كان في بنت اسمها كارمن كانت من الغجر، والغجر اللي كان منهم كارمن كانوا منبوذين من الأسبان لأن ما كانش ليهم نسب. علشان كده كانت كارمن بتحاول إن هي تلفت النظر ليها بجمالها كانتقام منها من الأسبان، وخلت ضابط يقع في حبها، وبدل ما ينفذ القانون القانون يطالب إن تتنفذ عليه أحكام، بس يشوفها وهي بتخونه مع حبيبها مصارع التيران، لأن كانت كارمن بتؤمن جدا بالحرية، فعلى طول يقتلها. قصة النهاردة شبيهة بقصة كارمن، قصة الملكة نازلي اللي بسبب تهورها هنشوف ان هي سوقت سمعة العيلة المالكة وبالتالي اسقطتها. بس قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتكتبوا لي تعليق تحت عن رأيكم في الحلقة والحلقات اللي انتوا عايزين نعمل عنها. يلا بينا. اتولدت نازلي في الاسكندرية 25 مايو 1894. كان ابوها عبد الرحيم باشا صبري، بعته الخديوي عباس حلمي الثاني لفرنسا علشان يدرس القانون، وبعد كده خلاه هو المسؤول عن المحاكم الشرعية. غير كده كمان هو كان بيحب الزراعة وكان مسؤول عن الاملاك بتاعته. اما بقى امها توفيقة هانم بنت شريف باشا ابو الدستور المصري، وغير كده كمان فهي حفيدة سليمان باشا الفرنساوي اللي هو كان قائد في جيش نابليون بونابرت، بس بعد كده هياخده محمد علي علشان يكون اهم قائد في الجيش المصري. غنى وعراقة عيلتها خلوها ان هي تحس ان هي اميرة غير متوجة، عندها اعتزاز بالنفس وصلابة في الرأي كبيرة جدا، وغير كده كمان هي كانت جميلة ومثقفة ثقافة اوروبية، فراحت مدارس كتيرة جدا، مدارس فرنسوية زي نوتردام دي سيون، وكمان سافرت على فرنسا علشان تكمل دراستها هناك. علشان كده هي تشربت الثقافة الاوروبية وكرهت ثقافتها المصرية تماما، وده ظهر جدا في اول جواز ليها في سنة 1911 من شاب تركي كان اسمه محمد خليل باشا. فكان محمد بيروح سهرات ومعاه نازلي، ممكن يرقصوا هما الاتنين او نازلي ترقص مع حد تاني، وده طبعا كان مخالف لتقاليد ابوها، فعلشان كده يطلقها من جوزها ويخلعها من الحياة اللي هي بتحبها وبتحب النوع ده من الحياة. بعد كده هتحب سعيد باشا زغلول اللي هو يبقى ابن اخو سعد زغلول. صفية زغلول كانت مؤمنة جدا بحبهم هما الاتنين، بس اتنفى سعيد وسعد بسبب الثورة. نازلي بقى في سنة 1919 كانت في دار الاوبرا الخديوية، شافها سلطان مصر وقتها اللي هو السلطان فؤاد، وقال ان هو عايز يتجوزها علشان يخلف منها ولي العهد. هي ما كانتش بتحبه بس اضطرت ان هي تتجوزه، وبقت حامل في ابنها الاولاني اللي هو فاروق، واول ما بقت حامل حطها على طول كانها مسجونة في قصر في العباسية، وعين عليها وصفات ينقلوا له كل صغيرة وكبيرة عنها. ولدت بعد كده فاروق 11 فبراير 1920 في قصر عابدين، وبعد كده خلفت فوزية، وبعد كده خلفت فايزة، وبعد كده خلفت فايقة، وبعد كده في الاخر خلفت الاميرة فتحية. نازلي كانت شايفة ان فؤاد مش متعلم ولا مثقف زيها، هي خريجة مدارس فرنساوي وكمان راحت فرنسا عشان تكمل دراستها، وغير كده كمان هو كان بيضربها وكان بيتعمد ان هو يهينها، وده فعلا كان نفس شكوى مراته الاولانية اللي هي الاميرة شويكار، وغير كده كمان هو كان بيغير منها. فمثلا لما راحوا فرنسا 1927 كان الاجانب مستغربين ان ازاي ملكة زي الملكة نازلي ملكة مصر تكلم فرنساوي كويس جدا، والصحف كلها كتبت عنها وعن الفرنساوي اللي هي بتتكلم بيه بطريقة كويسة، ولكن الصحف كتبت عن فؤاد بأخبار قليلة، فهو أغار منها في الوقت ده. غير كده فؤاد منحها ان هي تمارس دورها السياسي كملكة او تمارس حتى دورها التطوعي او الخيري، ولمدة 17 سنة عاشت نازلي مع فؤاد في مأساة لغاية ما عيالها عاش. كان فاروق الشاهد على الحكاية دي، 28 ابريل 1936 يموت فؤاد، وهنا تتدخل نازلي علشان تخلي ابنها هو اللي يمسك الحكم بدل امير محمد علي، وراحت على شيخ الازهر اللي هو الشيخ المراغي وقالت له ان هو يتم حساب عمر فاروق بدل الميلادي يحسبوه بالهجري، لان عمره بالميلادي كان اقل من العمر القانوني علشان يمسك الحكم، وفعلا يصدر فتوى بان هو المفروض ياخده بالعمر الهجري، وبعد كده يبقى فاروق ملك مصر. ونازلي تسمح ان فاروق يتجوز فريده علشان هي كانت عارفه ان فريده دي صغيره في السن، غير كده كمان هي بنت صاحبتها فاكيد هي هتعرف تسيطر عليها. ولو ما تعرفوش مين الملكة فريدة هتلاقوا اللينك بتاعها في صندوق الوصف تحت. وهنا تبدأ نازلي ان هي تحس ان هي بقت حرة، بس تنسى ان هي بقت ملكة، لان في سنة 1938 فاروق يعين نازلي ان هي ملكة بالرغم ان في فريدة وهي ملكة مصر، بس يخلي نازلي اللقب بتاعها هو لقب ملكة مصر. وهنا بسبب السجن بتاعها لمدة 17 سنة هتحاول ان هي تبحث عن حريتها، علشان كده هتحب احمد حسنين اللي هو كان رئيس الديوان الملكي وكان اهم شخصية مؤثرة
الأميرة على فاروق. وغير كده كمان هو كان متجوز من لطيفة هانم بنت الأميرة شويكار، وخلوا بالكوا جدا من لطيفة هانم لأنها هنحتاجها بعد كده. وبرده أحمد حسنين حبها، بس اغلب المؤرخين بيقولوا ان الحب ده ما تحولش الجواز. بس الصحفي الكبير محمد التبعي بيقول ان هي اتجوزت احمد حسنين جواز عرف، ولكن سواء اتجوزته او ما اتجوزتهوش فالشائعات انتشرت، وده سوق سمعة العيلة المالكة وبالاخص فاروق عند المصريين بان هم حسوا ان الام متهورة. بس يموت احمد حسنين في حادثة عربية بعد ما يكون طلق مراته لطيفة هانم. وفي سنة 1942 تحصل حادثة كبيرة جدا، فالانجليز يدخلوا على قصر عابدين ويحاصروه بالدبابات ويجبروا الملك على ان هو يتخذ قرارات هو مش حاببها. ياريت تروحوا تشوفوا حلقة الملكة فريدة، هتعرفوا قصة الحادثة بتاعت 42. بس المهم الاميرة شويكار هتستغل الحادثة دي وترد الضربة لنازلي من اللي هي عملته، سواء ان هي طلقت بنتها من جوزها او انها بقت ملكة مصر وكان المفروض ان شويكار هي اللي تكون ملكة مصر. فعلشان كده هتنتقم منها في ابنها فاروق وهتعمل حفلات كبيرة جدا باسم مبرة محمد علي. وطبعا فاروق بسبب ان هو ما كانش عارف يواجه الواقع علشان كده هيروح وينغمس في الحفلات دي. وفي سنة 1946 نازلي تتعب في الكلى بتاعتها، فالدكاترة ينصحوها ان هي لازم تسافر على فرنسا وتجمع كل مجوهراتها وكل فلوسها في السر وتروح على مارسيليا في فرنسا مع الاميرة فايقة والاميرة فتحية، وكان معاها حاشية كبيرة جدا طبعا كملكة مصر. وهناك تحس ان هي خلاص بقت كده حرة تمارس حياتها زي ما هي عايزة او زي ما هي تربت على الثقافة الغربية، وده طبعا مختلف لعادات المصريين. فطبعا الصحف تكتب عنها وسمعة البيت الملكي تتدهور وتزيد الفجوة ما بين فاروق ونازلي، ويهددها ويقول لها ان لازم تقلل من اللي هي بتعمله ده، بس هي ما كانتش بتسمع منه خالص. وهنا هتتعرف على رياض غالي الشاب المسيحي، وكان بيشتغل في السفارة المصرية. لقيت بقى في رياض غالي ان هو بيحبها زي امه ومن غير ما يحاسبها زي فاروق، فعلشان كده هتزيد علاقتها بيه. وتسافر هي وفتحية وفايقة ورياض غالي على امريكا، وده علشان تشيل الكلى وتشيل ورم تاني من الكلى التانية. وهنا كانت محتاجة لفاروق جدا، بس بسبب اللي حصل والفجوة اللي حصلت ما بينها وما بين فاروق، سواء النفسية او المكان الجغرافي اللي ما بينهم، فهو معرفش يكون جنبها. بس لقت رياض غالي اللي بيروح الكنيسة وكل شوية يدعي لها هناك، وبسبب كده فتحية هتتجوز رياض غالي بتأييد من نازلي سنة 1950 بالتحديد 25 إبريل، ويتعادل الجواز تاني 25 مايو 1950 علشان رياض يكون أسلم لأن هو في الأساس كان مسيحي. بس فاروق ما يعترفش بالجواز ده ويطلب من الأميرة فوزية إن هي تطلب من نازلي إن هي تيجي على مصر، بس ترفض. فيطلب من السفير الامريكي في مصر ان هو يجيب نازلي وفتحية، بس يفشل في كده. وهكذا يطلب من النحاس، بس يفشل برضو مع نازلي. فمحمد علي رئيس الديوان استغل الحتة دي لان هو منساش طاره القديم معاها، لان بسببها هو ما بقاش ملك مصر وخلت فاروق هو اللي يبقى الملك. وقدم مذكرة عن رياض غالي وفتحية، وقال ان الاموال اللي كانت بتتبعت ليهم استولى عليها رياض غالي، وبسبب كده اتمنعت نازلي من لقبها وهكذا الاميرة فتحية، واتحرموا من القدرة على التصرف في فلوسهم. اشترت نازلي بيتين، بيت في بيفرلي هيلز مدينة النجوم بتوع هوليوود، وبيت تاني في هاواي. بدأ رياض غالي في ان هو يستغل فلوس نازلي وهكذا فلوس فتحية. وغير كده كمان عملت هي وفتحية لرياض غالي توكيل عام لإدارة الفلوس بتاعتهم سنة 1965، وبالتوكيل ده يبدأ المشروعات بتاعته الفشلة. وغير كده كمان يبيع مجوهراتها بسبب ان هو كان حطها ضمان لمشروع، ويفشل المشروع وتتباع المجوهرات في مزاد علني، ويطرد نازلي وفتحية وولاده من بيفرلي هيلز البيت بتاعهم اللي هناك، ويعمل البيتين ضمان لمشروع تاني ويفشل فيه، وتعيش فتحية وولادها بيشتغلوا ويصرفوا على نفسهم وكمان يصرفوا على نازلي، ويشتروا شقة في حي بسيط جدا في لوس أنجلوس. بس سنة 1976 تموت فتحية، لأن هي هنا هتشوف نازلي الوش الحقيقي لرياض غالي، لأن هنا هتشوف وشه المستغل. وياريت تروحوا تشوفوا حلقة الأميرة فتحية، هتلاقوها تحت في صندوق الوصف، هتعرفوا كتير جدا عن الأميرة فتحية وهتستمتعوا. وعاشت نازلي لوحدها لغاية ما ماتت 29 مايو 1978، وتدفن في مقابر المسيحيين في كلوفر سيتي في كاليفورنيا. وده مش عشان هي بقت مسيحية، بس علشان ما لقولوهاش مقابر المسلمين حواليها فاتدفنت هنا. زي ما شفنا
كارمن ونازلي كانوا بيحبوا جدا لفت الانتباه المبالغ فيه، وهما الاتنين كانوا متهورين، ونهاية التهور دي ان كارمن ماتت مقتولة ونازلي عاشت في فقر، ولادها وبناتها كانوا بعيدين عنها، وهكذا الناس كانوا بعاد عنها. وبس دي قصة النهاردة، قصة الملكة نازلي. مع السلامة.